ليست مستحيلة. فممكن أنه نتمنى إن شاء الله يكون هذا هو الهدف ممكن جدا يكون الهدف لصالح فريق بولع وداد وشبيبة القبائل. هل من حل لهذه الأزمة اليوم في هذه المقابلة في هذه المباراة الصعبة جدا؟ بولع وداد ويفعلها بولع وداد. بولع وداد يسجل هدف ويؤهل الشبيبة للدور القادم. بولع وداد يسجل هدف وهكذا يهتز الملعب والجمهور. شكرا لك يا بولع وداد على هذه التسديدة القوية التي غالطت الحائط وغالطت الحارس وسجل بولع وداد وأهل شبيبة القبائل بتحفظ كبير. شكرا لك إدريس. ها هي المحاولة. شوف هاي شوف تسديدة يعني ما ولا حارس يشدها. لا ما فيش قلت لك عنده لا. قوة تسديد لو تكون في الإطار تكون هدف. الحمد لله نظن خاصة شوف ماشي يا سلام.